صباح الخير. صباح النور. شكون معنا؟ صوفيا شعيب، ديريكتور اغرو الغاش حضنا حديث. شكون معنا؟ حاضرين في هذا الصالون الخاص بالمشروبات والمنتوجات. واش الهدف منه هذا التواجد تاعكم في ستون؟ نشوفوا الشباب. الله يبارك فيك. هو الهدف من المشاركة تاعنا في الطبعة الثانية من الصالون بيفالج، باش نتقرب أكثر من المستهلك ونعرف منتوجات حضنا والجديد في منتجاتها، ونستمع الآراء من المستهلك الجزائري، ونطمح احنا دائما ان نكون في رضا الزبون والمستهلك الجزائري. هو من جهه هذه بالنسبه للمستهلك والزبون، ومن جهه اخرى اننا نتلاقى بمختلف الفاعلين في القطاع ولي كونفرير تاعنا المتعاملين الاقتصاديين، ونطرحوا مشاكل القطاع وكذا الحلول اللي نراها مناسبه باش نطوروا اكثر هذا القطاع ونكونوا اضافه وقيمه حقيقيه في الاقتصاد الجزائري. جوستومون دوكا راني نشوفو داغيا توا لا فيترين هادي، دوك العايلة تاع حضنا شحال ولا فيها الفرد؟ العايلة راها كل عام تكبر وتزيد، ودوكا حاليا رانا في واحد 78 فرد، 78 منتوج، والعمال عندنا 1000 عامل بصفة مباشرة، في عمال أيضا موسميين، وأهدافنا وطموحاتنا أنو الإنتاج تاعنا يكون كله منتوج جزائري. يعني حاليا الاستثمارات تاع الشركه تاعنا كلها تصب في انه انتاج الحليب ورفع نسبه الادماج تاع حليب الابقار اللي منتوج في بلادنا مقارنه بحليب المستورد تاع الغبره. استادير حاليا نسبه الادماج رانا نخدموا بواحد 30% كل منتوجاتنا فيها حليب ابقار، على المدى القصير ان شاء الله نلحقوا 50%، ولما لا يكون كل منتوجنا بحليب الابقار الطبيعي الطازج اللي منتوج في بلادنا. تكريم رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، ملبنه حضنا ومسيرها وصاحبها، واش زاد فيكم يعني؟ واش عطاكم دفعه؟ عطاكم تكريم؟ هذا يحفزنا ويشجعنا اننا نعمل ونطور اكثر في المجال تاعنا، وخصوصا في المجال الفلاحي وفي مجال انتاج الحليب الطازج. اكيد. واخر منتوج جاب لي ربي هو الجو اللي حكينا عليه في ديغو، فيها هو منتوج تم طرحه في الاسواق الاسبوع الاخير، هذا فيه عده اذواق مخصص موجه للاطفال الصغار، ولقى استجابه كبيره من الاطفال، وان شاء الله كامل يذوقوه ويعجبهم ان شاء الله. مازال جديد في المستقبل؟ مازال جديد. هذو اليوم ثاني كاين برودوي جديد يكون التسويق تاعو مع رمضان ان شاء الله، وان شاء الله يلقى رواج ثاني ايضا مشروبات في قطاع المشروبات، مشروب بالحليب. شكرا لكم. العفو. الله يسلمك.